عندما كنت في العاشرة من عمرك، كشف لك والدك أخيراً الحقيقة القاسية. سانتا ليس حقيقياً، لكنك رفضت قبول ذلك ووعدت نفسك أنك ستجد سانتا وتثبت للجميع أنه حقيقي عندما تجده. تكبر، ولكن مرت سنوات عديدة ونسيت وعدك. ذات ليلة، قبل أن تغفو مباشرة، بدأت تسمع صوت أجراس. تفتح عينيك وترى جنية الثلج. تقول: أجب على لغزي واستلم رسالتك. ما الذي يأتي مع برد الشتاء مزيناً بالأضواء التي تطفي التشويق، وله أغصان مكسوة بالزخارف الثلجية، ويقف في المنازل على عتبات النوافذ؟ الجواب هو شجرة عيد الميلاد. تسلمك جنية الثلج رسالة حمراء وتطير بعيداً بأسرع ما يمكن دون أن تخبرك من هو صاحب الرسالة. تفتحها وتقرأ: عزيزي، أعلم أنك تتساءل من أنا. الجواب يكمن في هذا اللغز: أسافر عندما تكون النجوم مشرقة في عباءة الليل ولا صوت في الأفق، جالباً الفرح من أراض بعيدة أحلق على مزلقتي تحت النجم القطبي. هل يمكنك معرفة من كتب الرسالة؟ إنه سانتا كلوز. في تلك اللحظة تسمع صوت أجراس قادماً من غرفة المعيشة في الطابق السفلي. تندفع إلى هناك لترى السبب وراء ذلك، وتكتشف قزماً ينتظرك بجوار الشجرة وأمامه ثلاثة صناديق هدايا مختلفة. يخبرك باختيار واحد منهم، أي واحد يجب عليك أن تختار؟ ألقِ نظرة على العلامة المرفقة بشريط صندوق الهدايا الأول. تقول: التسليم إلى توماس كورتلين، العمر 9 سنوات. إذن هذا يخص شخصاً آخر. ولاحظ كيف تلف غلاف صندوق الهدايا الثالث من الزوايا، قد يعني هذا أنه مفتوح بالفعل، لذا يجب عليك اختيار الخيار الثاني. تفتح صندوق الهدايا الخاص بك وتبحث عن خريطة توضح المكان الذي يعيش فيه سانتا في القطب الشمالي. تسأل القزم: ولكن كيف من المفترض أن أصل إلى هناك؟ فيقول القزم: الإجابة على سؤالك تكمن في هذا اللغز. أقود المجموعة بضوء نادر جدا، حيث تقطع مناراتي اللامعة الهواء. في الضباب أو العاصفة الثلجية أبتعد. اسمعني، أنا رائد الزلاجات اللامع، هل يمكنك معرفة ما هذا؟ الجواب ليس سوى رودولف الرنة ذات الأنف الأحمر. يسافر بك رودولف إلى منزل سانتا في القطب الشمالي، ولكن بمجرد هبوطك تدرك أنك ارتكبت خطأ فادحا قد يعرضك أنت وهذه المهمة بأكملها للخطر. ما هو؟ لم تحصل على معطف أو قبعة صغيرة أو وشاح لتدفئ نفسك. لحسن الحظ لاحظت منزل سانتا كلوز أمامك مباشرة وركضت إليه للتدفئة، لكن الشيء الذي تراه يجعلك متشككا. ما هذا؟ باب منزل سانتا مفتوح على الرغم من وجود عاصفة ثلجية بالخارج، لا يبدو ذلك طبيعياً على الإطلاق. تدخل المنزل بتردد وتبدأ بسماع صراخ قادم من نهاية الردهة. تندفع إلى هناك للتحقق مما يحدث وتجد أن هناك باباً. لسوء الحظ تم قفله بقفل مكون من 3 أرقام. خلف الباب توجد السيدة كلوز تطلب مساعدتك لتحريرها. لحسن الحظ هناك أدلة في المكان حول كلمة المرور، هل يمكنك اكتشافها وفتح الباب؟ الدليل الأول هنا، يوجد تقويم تقليدي للقدوم معلق على الحائط مع نافذة واحدة فقط مفتوحة تظهر رقم 3. هذا هو الرقم الأول. الدليل الثاني موجود هنا، سلسلة من الأجراس معلقة فوق المدفأة. هناك 6 أجراس في المجموع، إذن هذا هو الرقم الثاني. والدليل الأخير هنا على الرف، ألقي نظرة على كرة الثلج هذا، يوجد بداخلها تمثال صغير للرقم 4، وهذا هو الرقم الأخير.
بمجرد تحرير السيدة كلوز تشرح لك أن سانتا الأصلي كان مقيدا لعدة أيام في سجن القطب الشمالي، بينما تظاهر كرامبوس الشرير بأنه هو. إنها تعطيك مفتاحا سحريا وتطلب مساعدتك لإنقاذه وإنقاذ العطلة، لذا انطلقت إلى هذا السجن بالملابس المناسبة هذه المرة. لقد لاحظت المبنى المخيف أمامك، وهناك ثلاثة طرق مختلفة ستقودك إلى هناك. أي واحد يجب عليك أن تختار؟ ألف النفق الجليدي، باء الغابة المتجمدة، أو جيم الجسر الثلجي. النفق مليء بالرقاقات الثلجية الحادة التي يمكن أن تنهار في أي وقت، هذا خطير. أما الغابة، فهل تسمع هدير الحيوانات البرية من بعيد يأتي من هناك؟ من الأفضل عدم المخاطرة بمواجهتهم. يجب عليك اختيار الجسر، لأنك لاحظت آثار الأقدام على الثلج عبره، يشير ذلك إلى أن شخصا ما استخدمه مؤخرا، مما يشير إلى أنه من الجيد أن تستخدمه. توجد ثلاث زنازين سجن داخل المبنى، وداخل كل منها يوجد شبيه سانتا. اثنان من هؤلاء الأشخاص محتلان، وواحد منهم هو سانتا الأصلي. ومع ذلك لديك فرصة واحدة فقط، لأن المفتاح السحري الذي قدمته لك السيدة كلاوس من قبل سوف ينكسر بعد استخدام واحد. يجب عليك تحرير سانتا الحقيقي وإنقاذ العطلة مرة واحدة وإلى الأبد. أي باب تفتح؟ يرتدي سانتا الموجود خلف الباب الثاني زوجا من النظارات المستديرة. على الرغم من أنه يناسب صورة سانتا، إلا أن نظارته لا تحتوي على أي عدسات، مما يشير إلى أنها مخصصة للعرض أكثر من الاستخدام. أما سانتا خلف الباب الثالث، فهل تلاحظون كيف تتحرك لحيته قليلا عندما يتحرك؟ لذا فهي مجرد نسخة مزيفة جيدة صنع. لذلك يجب عليك تحرير سانتا وراء الباب الأول. تهاني، لقد أنقذت للتو عيد الميلاد، ومهلا، سانتا حقيقي حقا. قام جوني وعائلته بترتيب جلسة تصوير لإعداد بطاقة عطلة سعيدة لهذا العام، والتقط المصور ثلاث صور لهم، ولكن عندما فحصوها كان هناك شيء غريب في جميع الصور. ألقي نظرة على الصورة الأولى التي التقطوها في غرفة المعيشة، هل يمكن أن تخبرني ما هو الغريب هنا؟ يمكنك أن ترى من النافذة أن الثلج لا يتساقط في الخارج، لكن تحقق من المرآة على الحائط هنا، يمكنك رؤية الثلج على انعكاس النافذة. الآن انظر إلى الصورة التي التقطوها في الفناء الخلفي للمنزل، ما الغريب هنا؟ ألقي نظرة على المدخنة على السطح، هناك شيء عالق هناك، إنه كيس هدايا سانتا. هذه هي الصورة الأخيرة التي التقطوها في غرفة الطعام، ما الغريب هنا؟ ألقي نظرة على الستائر المخملية الطويلة هنا، هناك من يختبئ خلفها، لكنه لم يقم بعمل جيد، يمكنك رؤية أقدامه تبرز، دعونا نأمل فقط أن يكون سانتا. كان رئيس جانين يغادر المدينة لقضاء عطلة الشتاء، وأرادت جانين أن تعتني بقصرها أثناء رحيلها. قبل مغادرتها ذكرت أن رمز الأمان الذي بمجرد إدخاله إلى النظام سيعمل على تنشيط بوابة مكهربة لمنع المتسللين. أثناء عاصفة ثلجية لاحظت جانين اقتراب اللصوص من القصر، لكنها أدركت أنها نسيت الرمز. لحسن الحظ ترك لها رئيسها أيضا دليلا نصه، عندما تكون الأشجار عارية والسماء رمادية فإن الليل يطول ليدوم أكثر من النهار، في هذا الوقت تهمس الرياح الباردة. ما الذي يجلب هذه الصورة الباردة والمقشعرة؟ الجواب هو فصل الشتاء، لذلك تحتاج جانين إلى إدخال كلمة الشتاء على لوحة التحكم الرقمية. استأجرت نيلي وبيتر وأورلي منزلا ريفيا للاحتفال بموسم الأعياد معا، ولسوء الحظ نسي صاحب المكان الهدايا التي حصل عليها لعائلته في الداخل، ولكن عندما عاد ليأخذها لم تكن هناك هدايا، افترض أنها سرقت. اتصل بالشرطة،
بمجرد وصولها سألت أصدقائها الثلاث عما كانوا يفعلونه عندما حدثت السرقة. قالت نيلي إنها كانت تشاهد التلفاز في غرفة النوم، كان الصوت عاليا لدرجة أنها لم تسمع شيئا. قالت أورلي إنها كانت تزين شجرة عيد الميلاد بالكرة المزخرفة في يدها. وقال بيتر إنه كان يبني رجل ثلج في الخارج ولم يكن يعرف ما يحدث في المنزل. هل يمكنك معرفة من يكذب؟ أورلي تكذب، لا توجد كرة على الشجرة.